يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحدث أحد الوعاظ في مسجد وقال مستنبطا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إن النار لا تحرق بذاتها وإن السكين لا تقطع بذاتها. هذا قول الجبرية، هذا قول الجبرية. لا، الله جعل النار تحرق وجعل السكين تقطع، لكن إذا شاء سبحانه منعها، إذا شاء منع النار من الإحراق ومنع السكين من القطع. نعم.